ورجعنا لحضراتكم ونبتدي فقرتنا الإخبارية النهاردة، لكن زي كل يوم نبتدي بالحالة المرية وآخر الأسبوع. ويوم الخميس تعلمنا إن هو يوم مختلف في الحالة المرورية نهاية الأسبوع، وبيبقى فيه على الطرق السريعة وطرق السفر بتبقى فيه ناس كتيرة جدا بتاخد أجازات اللي هي الخميس والجمعة. نعرف أكتر من أستاذ محمد صابر، محرر شؤون المرور بالإذاعة المصرية. صباح الفل يا أستاذ محمد. صباح الفل يا استاذ اسحاق، يوم طيب لحضرتك ويوم طيب للساده المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك استاذ. اخبار المرور ايه النهارده؟ طبعا زي ما حضرتك دايما بتنوه ان النهارده الخميس ده يوم ليه طابع خاص بالحركه المروريه، وخاصه بتبقى فتره الذروه الصباحيه وفتره الذروه المسائيه، وخاصه بتبقى فتره الذروه المسائيه بتبقى اكتر، بيبقى ليها ارتفاع ملحوظ. طبعا ده نتيجه توافد الساده المواطنين على مواقف الاقاليم، وايضا اتجاههم الى محافظات الوجه الابلي ومحافظات الوجه البحري لقضاء العطله غدا ان شاء الله. وبالتالي في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه على مستوى الجمهوريه لاستيعاب اكبر قدر حركه سيارات خلال هذه الفتره. اما بالنسبه للحركه المروريه الان وما زالت حتى الان بعد المحافظات الوجه البحري والابلي، ما زالت حتى الان عندنا هدوء مروري نسبي نتيجه انخفاض في معدلات السير لفتره الذروه الصباحيه، انها على وشك الانتهاء، وبالتالي بيتم تصفيه اي كثافات متوقعه على المحافظات ايضا الحدوديه اللي بتربط ما بين القاهره الكبرى. من ابرز ما تم رصده وهو اعلى قطاعات الطرق الدائريه اليوم، وعند منطقه الاعمال اعلى مناطق الزراعي واعلى مناطق الكنيسه والمنيب المتجه لمناطق الاوتوستراد. اما بالنسبه محور 26 يوليو بنطمن الساده المشاهدين الكرام، ما زالت حتى الان جميع اتجاهاته بتعمل بشكل مرضي. من محافظه الجيزه الاحكام بتقابلنا النهارده في شارع السودان امام محطه مترو الجامعه اللي نازل من اعلى كوبري فيصل ومتجه لمناطق الدقي، ممكن نسلك النهارده شارع مراد او شارع الجامعه. اما بالنسبه لمحافظه القاهره هتقابلنا الاحكام النهارده، وخاصه في مطلع كوبري الابجيه القادم دلوقتي من مناطق الاوتوستراد ومن كوبري التونسي ومتجه لمناطق القلعه، ممكن نسلك النهارده اللي بيسمعنا دلوقتي وما استخدمش محور الاوتوستراد وجاي من مناطق صقر قريش، لا نطلع النهارده كوبري الحضارات اللي هو كوبري اللواء دكتور صلاح الشاذلي، ده بينزلنا على منطقه مجرى العيون، وبنكمل من مجرى العيون ناخد كوبري السيده عائشه لمنطقه القلعه، يبقى احنا كده تجنبنا منطقه الكثافات. كذلك بعض الشيء في كورنيش النيل، واحجام النهارده متفرقه، وخاصه اللي جاي من عمارات اخجان وجاي من مناطق معهد ناصر متجه الى مناطق وسط المدينه، شارع شبرا بيكون افضل حالا. اعلى كوبري الفنجري كان عندنا سياره معطله وتم الانتهاء منها واستنشاق خدمات المروريه من قبل الاداره العامه لمرور القاهرة في الاتجاه المتجه لمناطق مدينة نصر. المسطح الأرضي شارع مصر والسودان بيعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. أخيرا كوبري 15 مايو اللي خارج من مناطق جامعة الدول العربية ومتجه لمناطق الزمالك، بعض الشيء ممكن نستخدم كوبري الجلاء هيكون أفضل حالا. ما عدا ذلك الحركة المرورية مرضية على المحاور اللي ذكرناها للسادة المشاهدين الكرام. أستاذ محمد صابر محرر شؤون المرور بالإذاعة المصرية، ألف شكر لتواصل حضرتك الدائم معانا وتطمنا على حالة المرور. من حالة المرور إلى حالة الطقس، وطقس اليوم مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء. أما عن حالة درجات الحرارة في القاهرة والمدن المختلفة، القاهرة العظمى 18، الصغرى 11، أما الإسكندرية 17، 13، مطروح 16، 10، شرم الشيخ 23، 15، بورسعيد 19، 9، المنيا 18، 8، وأخيرا أسوان 22، 11. دي الحالة المرورية، آسف، حالة الطقس النهاردة. وخلي بالكم طبعا خاصة الأطفال في المدارس يتقلوا، واليومين دول الجو برد. من أخبارنا النهاردة، الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز خاصة في القرى حياة كريمة.
الرئيس السيسي عقد اجتماع مع السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجاء في اللقاء تأكيد الرئيس السيسي على مواصلة يعني توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وخاصة في قرى حياة كريمة، يعني التطوير اللي بيتم في القرى واللي احنا بنشوفه تحت المشروع الكبير جدا حياة كريمة، الرئيس السيسي بيأمر بتوصيل الغاز الطبيعي إلى القرى ومنازل. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، ده كله في الطرق، الترع بتتبطن بعد ما الترع كانت بتسبب مشاكل كبيرة جدا وروائح، ويعني المية كانت جزء كبير منها بيتم اهداره في الترع. النهاردة بنشوف ما يسمى بتبطين الترع، بنشوف توسعة الطرق الداخلية خاصة ما بين الزراعات، شايفين الحمامات بشكل أدمي وشكل محترم، شايفين بعض البيوت، شايفين بعض الأماكن يعني الرياضية، ملاعب كورة، أماكن ترفيهية، دي مدرسة، شايفين ده في القرى المصرية، مش بنتكلم في المدن، فبنتكلم في حاجة عظمة على بتحصل على أرض الواقع. وأنا بشوف أن برنامج حياة كريمة وقرى حياة كريمة هي أكبر مشروع يعني وأكتر مشروع اتعمل في مصر على مدار تاريخها، وأنا بشوفه أن أفضل وأحلى وأجمل مشروع اتعمل في تاريخ مصر، ويشرف الحقيقة كل مصري، لأن أهلنا في القرى وفي الريف المصري يستحقوا أكتر من كده. لو حد بيشوفنا من أي قرية في الصعيد أو بحري أو في أي مكان بيقول لي على فكرة لسه ما عملوش عندنا حاجة في القرية، أيوه هيعملوا وما تقلقش، جايين وهيعملوا حاجة عظمة جدا جدا جدا، ما تقلقش، احنا التطوير القرى هيتم خلال 3 سنين في مرحلة أولى، مرحلة في أكتر من مرحلة، فاطمن. لو لسه ما جوش القرية عندكم اطمن، 1000000% حياة كريمة جاية القرية عندك. لو ما فيش مدرسة هيعمله، لو ما فيش مستوصف هيعمله، لو ما فيش غاز هيدخل الغاز، المية والكهرباء هتبقى أفضل ما يمكن. أنا بشوف إن هذا المشروع أفضل مشروع اتعمل في مصر على مدار تاريخها، مش بتكلم في آخر 30، في على مدار تاريخها كان ما فيش حاكم جه مصر واهتم بالقرية المصرية، عشان نكون أمناء فيما نقول، يعني مفيش حاكم جه مصر واهتم بالقرية المصرية، كانت القرية المصرية هي آخر حاجة ممكن أي مسؤول في الدولة يبص لها يقول لك يا عم هعمل إيه، يعني هدخل قرية أعمل لها إيه، وهم الناس ساكتين برضو، والناس بتوع القرى ناس بسطة وما بيتكلموش وما بيقولوش عايزين ومش عايزين، ما بيقولوش عايزين صرف صحي فبيحفروا ويعملوا بيارات ويعملوا حاجات، لكن النهاردة بنشوف تطوير على أرض الواقع، ودي حاجة محترمة وجميلة جدا جدا. كمان من أخبارنا اليوم، انتهاء المدة المحددة لتسجيل استمارة امتحان الترم الأول للثانوي العام، تنتهي اليوم الخميس 16 ديسمبر المدة الزمنية المحددة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوي العام وتحديث بيانات الطلاب، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني خلال الأيام الماضية للطلاب الأول والثاني الثانوي تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم والتأكد من بياناتهم المسجلة لهم على قاعدة البيانات المركزية. بنرجو من الطلبة وأولياء الأمور اللي بيشوفونا اللي أولادهم لسه في أولى وتانية ثانوي ومسجلوش على الموقع الإلكتروني، أرجوك ادخل سجل، أرجوك ادخل سجل. أنا بستغرب أن بعد أي حاجة فيها تسجيل إلكتروني تلاقي ناس ولا كأنها سمعت عن الموضوع ولا كأنها عارفة حاجة عن الموضوع، لا، أرجوك لما بيبقى في تسجيل إلكتروني أرجوك ادخل سجل واطمن ويعني اعمل الدور اللي عليك. من أخبارنا، منتدى شباب العالم يمد فترة التسجيل لمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم والهجرة تطلق حملة ترويجية. منتدى شباب العالم كان امبارح 15 ديسمبر آخر موعد للتسجيل من كل دول العالم، وإحنا هم كانوا سابوا شهر، يعني من 15 نوفمبر ل 15 ديسمبر كان معاد التسجيل، وفي ناس كتيرة سجلت، لكن
يعني القائمين على تنظيم منتدى شباب العالم قال لك لا احنا عايزين ناس اكتر من كده، وخاصة من دول العالم المختلف، ووزارة الهجرة كان لها دور في ده وعملت دعاية في اكتر من دولة حول العالم، محتاجين شباب من كل دول العالم، ومنتدى شباب العالم ده فرصة جميلة جدا 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 للتعبير عن مصر. الحقيقة بيبقى صورة رائعة وصورة جميلة لما يجي لك شباب من كل دول العالم ويجي يشاركوا معاك هنا في المنتدى، وقد ايه الصورة بتبقى رائعة وجميلة. اللي بيشوفنا اللي حابب يسجل سواء من خارج مصر او من جوه مصر، لسه المنتدى شباب العالم فاتح فترة التسجيل لمدة اسبوع قادم. حد يقول لي طب يعني ادخل فين؟ ما انت ما يعني مش معقول تكون شاب ومتحضر وعايز تحضر منتدى شباب العالم وانا اللي هقول لك تسجل ازاي؟ يعني ادخل اكتب منتدى شباب العالم التسجيل وهتلاقي الموقع الالكتروني قدامك وسجل وان شاء الله يتم اختيارك. وطبعا منتدى شباب العالم برضو هو نفس الخبر. كمان دلوقتي هنخرج لفاصل نشوف فيه تقرير عن مصور فوتوغرافي من أصل أرماني اسمه فان ليو، والجامعة الأمريكية مخصصة له جناح خاص لمعروضاته ولمقتنياته ولأهم أعماله. نشوف التقرير ونرجع تاني. فنان أرمني اتولد سنة 1921 وجي القاهرة مع عيلته وهو عمره 3 سنين. كان شغوف جدا بالتصوير الفوتوغرافي واشتهر بتصوير الفنانين، وفي سنة 1947 فتح أول استوديو ليه في وسط البلد اللي فضل يصور فيه لحد ما تقاعد في التسعينات. المعرض احنا عاملينه بمناسبة المئوية بتاعت فان ليو، يعني لو كان عايش النهاردة كان هيكون عمره 100 سنة لتكريمه. والمعرض فكرته انه بيعيد احياء الاستوديو بتاع فان ليو، يعني مش بس بيعرض بعض الصور بتاعت فان ليو، بيعيد احياء الاستوديو نفسه، بحيث انه عملناه على صالة اولانية وصالة تانية. المعرض معمول بشكل غير تقليدي، فغير تنظيم القاعات احنا قصدنا انه ما يكونش في مثلا البراويز العاديه زي كل زي المعارض والتنسيق بتاعها والترتيب بتاعها على الحيطه. فهما مجموعه حوائط وكل حيطه معموله زي كانها موزايك، واغلبهم بيكون في ترتيب معين في اختيارات الالوان والتوزيع، بحيث انه ده كمان ما يكونش نمطي. في كمان عامل تاني انه في مجموعة لوحات معمولة بمقاس كبير جدا، مترين في متر ونص، عشان دول اللوحتين اللي هم حسينا ان هم يعني بيميزوا المعرض بشكل جامد جدا، ان هم الناس متعودة انه فان ليو بيصور جوه الاستوديو، وده هو فعلا حياته كلها كان بيصور جوه الاستوديو، لكن كان في مرات بيطلع فيها بره الاستوديو بيعمل مناظر لاندسكيب للقاهرة. صورة ميدان التحرير هو مضاها بس ما حطش عليها تاريخ زي ما بيعمل في أغلب الصور، لكن بصينا في خلفية الصورة لقينا كاتب عليها البلفيدير، وبالتالي كان عرفنا ان هي متصورة من الدور العلوي خالص من فندق النيل اللي كان لسه مبني وقتها، فكان أواخر الخمسينات. فلما شفنا كل حاجة تانية في الصورة لقينا انه ده ماشي يعني مطابق لمكونات الصورة والعناصر اللي جوه في الصورة، فتاريخها كده الخمسينات. فاحنا اخترناها لانها صورة، يعني اولا احنا كنا عارفين انه هنعرض الصورة هنا في المبنى الجامعة اللي في التحرير، فطبعا دي كانت مناسبة جدا بما انه الجامعة نفسها باينة في ركن الصورة، لكن ميدان التحرير هو رمز للقاهرة. عشان الفن يخلد
الإجابة في كلمة واحدة هي الأرشيف والأرشيف والأرشيف، سواء أرشيف جامعي أو أرشيف حكومي أو أرشيف منزلي أو أرشيف العيلة. ده يعني الأرشيف ده مهم جدا جدا لأي فنان إنه يحتفظ بصوره بشكل مرتب وفي أجواء مناسبة وفي مناخ مناسب عشان العوامل البيئية ما تأثرش على الصور، وإنه يكون في حد مسؤول على الأرشيف ده. ورجعنا لحضراتكم تاني، وأحبابنا أصحاب المعاشات بنقول لهم صرف معاشات يناير المستحقة هتبقى قبل العيد، ويعني هيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقول إن هيتم صرف معاشات يناير قبل عيد الميلاد المجيد، ودي طبعا بنشوف هذه الفكرة الجميلة بتحصل قبل كل الأعياد، ودي حاجة محترمة جدا. وبيقول إن هم يعني الماكينات هيبقى يعني فيها فلوس كتيرة قبل في مع بداية شهر يناير، واللي بيقبض المعاش هيقبض في يناير إن شاء الله قبل ميعاده، لو هو بيقبض يوم 10 أو 15 أو بعد كده هيلاقي المعاش نزل إن شاء الله أول الشهر. كمان بنتكلم في الخبر اللي جاي عن انقطاع المياه. شركة مياه شرب القاهرة بتقول لنا انقطاع المياه في عدد من المناطق القاهرة لمدة 8 ساعات، والمناطق هي أرض الجولف، مصر الجديدة، الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة، مجمع الجلاء، قاعدة ألماظة الجوية، السبع عمارات، خد عندك شارع عمر بن الخطاب، ميدان تريام في ميدان إسماعيلية، سفير، منطقة من مساكن ألماظة لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارا من 10 مساء يوم الخميس من النهاردة الساعة 10 بالليل لحد الساعة 6 الصبح يوم الجمعة اللي جاي. فبترجو من يعني من المنازل وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه. المياه هتقطع النهاردة في معظم مناطق مصر الجديدة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 6 الصبح. كمان من أخبارنا النهاردة بنتكلم بقى على بنختم بخبر الرياضي، وتونس تتأهل لنهائي البطولة العربية بهدف قاتل أمام الفراعنة، وده تكلمنا عنه في البداية. عمرو السولية بخطأ قاتل قدرت تكسب تونس في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. وعلى فكرة الجزائر كسبت قطر امبارح برضو بهدف قاتل وفي ضرب الجزاء في آخر ثانية، والحظ لعب دوره معاهم في الكرة وفي اللعب بشكل عام. الحظ لدور يعني لما بنيجي نلعب غير لما بنيجي نتكلم على حياتنا بالمناسبة، يعني الكلام اللي احنا كنا فاتحينه في أول الحلقة، لكن في الكرة أو في أي لعبة طبعا بيبقى فيه نسبة حظ واردة كتيرة جدا. عموما مبروك لتونس وهارد لك لمنتخب مصر، وبنأمل في اللي جاي منتخب يكون أفضل خاصة في تصفيات كأس العالم، وباقي على الحل وتكة في تصفيات كأس العالم، وربنا يكملها على خير. دي كانت أخبارنا، والنهاردة معانا موضوعين مهمين جدا مهمين جدا لحضراتكم. هنتكلم عن في موضوع منه عن البنوك وإزاي تحمي مدخراتك في البنك، ويعني إيه تحديث البيانات وسرية البيانات، والحسابات البنكية ممكن تتسرق إزاي، وخلي بالك من 1 2 3، ده اللي هنقوله النهاردة. وكمان عندنا فقرة رياضية، أهمية التمارين واللياقة البدنية لحياة صحية وجسم رشيق بعد الفاصل.